السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل في مصير الدراسة في شهر رمضان. قال الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سنتعامل بحزم في موضوع الغياب، وكلمة الانضباط أصبحت هدف أساسي للوزارة، وهو درس مهم للطلاب لتدريبهم على هذا الانضباط، وأن الانضباط جزء من تربية الطلاب كشخصيات. الكلام ده موجود في المدارس اليابانية الجديدة. وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر معقبا: من أهم عناصر الانضباط هو التواجد بالمدارس، والوزارة بتحارب ظاهرة الغياب، لازم ندفعهم للحضور. وتابع أن كثير من الناس لا يزال يعتقد أن الامتحان هو هدف التعليم، حيث أن تواجد الطفل بالمدرسة والتعامل الاجتماعي ومهاراته وبناء شخصيته يقتضي تواجده مع ذويه بهذا المكان. وعن مواعيد الدراسة في رمضان قال: المواعيد لن تتغير وهتكون كما هي عموما، لأن اليوم الدراسي ليس طويل، يمكن بعد بداية الترم هنقول معلومات جديدة بمؤتمر صحفي خاص بالامتحانات بالمرحلة الثانوية، ومؤتمر آخر عن المرحلة الأولى من تعيينات المعلمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.